بسم الله الرحمن الرحيم. لسان حال الإمام الحسين عليه السلام في حجه الأخير قبل توجهه إلى كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا ربي بكل جوارحي، فإليك أخليت الفؤاد ومقلتي. من ذا الذي ذاق المحبة لم يرد إلا الهوى؟ يا ساكنا في مهجتي، كم ذا أشوط وكم أطوف ملبيا؟ فمتى الحبيب يجيبني في منيتي؟ حتى متى وإلى متى أرجو اللقاء؟ أو ما رأفت بحالتي يا بغيتي؟ ألقاك في ثوب الفداء معفرا، ومعي عيالي والحجيج أحبتي. آتي بما ملكتني أهدي بهم، وفرحتاه إذا قبلت هديتي. أهديك فرسان الصفا أهل الوفا، أهديك رهبان الدجى من صحبتي، أهديك أبناء العمومة كلهم من مسلم وإلى جميع عشيرتي. أهدي عليا والحنايا أعول، يا مؤنسي يا صاحبي في دجعتي. أهديك قاسما والوديعة هشمت، من لي سواك يغيثني في كربتي. أهدي رضيعا والضلوع تشكشك، يا راحمي يا ملجئي في شدتي. أهديك عباسا وقد عظم الهوى، يا واحدي يا ناصري في وحدتي. دعني أبوح عن الجواد وقد غدا، سهم الصبابة نابتا في فلذتي، ودم يسيل براحتي كأنها كأس الهيام أذابني في سكرتي. وإذا هويت مدرجا فوق الثرى، دعني أعفر عند بابك وجنتي. هبني أقلب في الكفار جوانبي، هبني أخضب في فنائك لحيتي. فإليك يا ربي نصبت جوارحي، وإليك يا ربي مددت بركبتي. وبحبك اللهم أذبح في العرى، ودم الوريد مسبحا في ركضتي. دعني ثلاثا في الفلاة مهللا، يا مويلي يا عدتي يا جنتي.